This is Bisan from Gaza. We're still alive and I'm now in El Mawasif. So we're talking about the area, the space of a small park or maybe an airport. How could this tiny area accommodate 2.25 million displaced Gazans? Many people came in the previous days to these areas. Now people are coming to make tents even in these areas. So even the areas that people are using to have some fresh air, to maybe put on the fire, to cook, to use as bathrooms, will be used to tents in the upcoming days. شو اسمك؟ وبيحكولي والدة هان انت. حكيلي شو صار معك؟ أنا اسمي روان، ولدت طبعاً في خيمة، كلها طبعاً نوم، وطبعاً هذا عذاب كبير بالنسبة للوالدة، بالنسبة للنظافة الشخصية، للطفل، يعني في النهار حار، في الليل برد، هذا بيأثر على ضعف الطفل. شو كنت بتتمني أول يوم لها يكون كيف شكله؟ والله تمنيت أكون في دار، هذا أول حاجة يعني. شو سميتيها؟ لسه والله بعد الحرب. لكن ما قلت سيد المعيش علاج دل خمس شهداء اللي راحوا حرام هذا ظلم احنا وين نلقي هذا احنا اطفالنا مرميين في الشوارع نفراش لين نفراش ولا عندنا اكل ولا عندنا شرب ولا عندنا حمامات لا. انا مره كبير وين اروح اصلي احكي لي عن الحمامات في المواصل ايش حمام في الخرجوره وبتعمل في هذا قصة الحمام الكل هيك؟ الكل هيك هي قاعدة حوالي أكثر من 80 نفر وهي أم مريضة هي قاعدة على كرسي هي قاعدة إلا أكثر من موسم الحرب حتى الآن ما أخذتش الدواء هي طلع كيف تمسك فيها هي طلع هي سن كبير هنا تعمل وهي يوم عن يوم أسوأ في الحالة وهي قاعدة زي هيك مباح بالليل أجينا وهي دوبنا بمشي حالنا هذه ابن جوزها راح وأنا ولدي ثلاثة معاهم راح طب احنا وين نتنجر من هنا لهنا لهنا واحنا ما فيش لحين معنا علاج لا هذا معي علاج ولا انا معي علاج ولا حد وهذا رجله كمان بده بس كمان هذا رجله انت مصاب بعرف صحيح انا مع بلاتين هنا وبلاتين تحت يعني الواحد مش عارف كيف ينام على الارض بدي غيار كل يومين الحين كل اربع ايام بالعافيه بغير يعني لو ما اختنا مريضه ممرضة ونشتغل رشاش وبنعمل كان الواحد بلاقيش كان رجليه بتروح بتنقص زي الرجلين منقص So المواصي width is almost 1 kilometer with a length of 14 kilometers It's really a small area and its sandy nature make it like it's barren without any trees, without any agricultural crops without nothing but sands Heat at the day hours, cold at night, dust all over the day hours so it's almost impossible for people to live here. السلام عليكم. بتعملي قاعدة؟ خسر والله. والله مية بعد عنك يعني لا تصلح لا للشرب ولا للغسيل ولا لحاجة ريحتها الله يعزك مثلا. بس بنقول يلا أحسن من بلاش. والله يمكن أقل حاجة بدهم 2 كيلو مسافة يمشوها عشان يجيبوا لنا شوية مية. بدل ما انه ننظف الغسيل بتوسخ بمرض الطفل منه هذه مية غسيل هذه نعيش فيها اولادنا المية من وين انت بتشرب مية طيب؟ احنا بنروح نشرب قنية بثلاثة شيكل حلو ولا مالحة؟ مالحة واقول لك لها ريحة طيب القلان الصفر اللي بشوفهم مع الناس من بيعبوهن؟ من المحطة منيح انهم لاقوا مية في المحطة نشرب شوية وبقطعوها كمان امرار بعيده بدها يمكن 3 كيلو 4 كيلو بنروح على الوكاله بيقولوا لنا فيش ميه هي حياتنا تدمرت من الاخير So people are trying to find the dry wood as much as they can because it's the only source of energy it's the only way to make the fire, to cook, to do anything actually. And you know, it's the coastal area, there's no trees. All these, let me say, wood that we see, people cut this wood or collect it from far areas in Rafah, then walk to El Mawasi again.
The safety is not just the that there is no bombing or there is no invasion. There is no food. There is no water. There is no places here. إيش بتعملي؟ بعملهم والله مجدرة. هاي هذه منها فطور وغدا وعشاء. بنخليهم صايمين من الظهر للظهر. انت من وين اصلا جاي؟ انا من غزه، لسه عمرت عمي. هيها ناخذ الاغراض من كل وحده، بتاخذ غرض من شغله يا شغله. بنستنى الاكل على الدور، بنعمل الاكل منه فطور وغدا وعشاء اكله واحده. So at first, people started to make the tents around the UNRWA logistic base, so they could be near to the UN, near to safety and not being bombed, or that how they think actually, and near to the food and aids. But after the people in Khan Yunis evacuated to Mawasi, the place became crowded. The food is not enough. The tents are not enough. Nothing is enough here. احكي لي شوي عن المساعدات اللي هان. المساعدات يعني يومين الثالث بتنقطع، الناس كانت برا جعانه، هجمت الناس، اخذوا كل طحين اللي هان، كان في هان كثير رز، انقطع الرز، الناس هجمت على الرز ولا شيء ضايل، الناس هان جعانه، نصهم جوعانين. وين احنا هلقيت؟ مخازن الوكاله تبع اطرف اللي حوالي 47 بيحكوا المواصي امان، شو رايك؟ نعم صحيح، لسه جايين الدور، ونقولوا خان يونس امان، وقالوا البريج امان، وقالوا المدارس امان تاعت الوكاله، اغلبيه اللي انقصها في الون بهدلن. احكي لي كيف وضع الطحين والميه؟ سيء جدا، الميه بدنا نشربها وسخه كثير، غير الميه المفلتر هذه اللي جيبوا لنا اياها عشان نحط عليها الطبيخ. يعني اليوم بقول لك كل اسره إذا نعطيها ثلاث قزايز للذهب، كل للطبيخ ولا للشاي ولا للمي اللي الصغار يشربوا ولا لا يشربوا. إلا ثلاث أيام بناكل كله رز، والمصاري مش كافية للأكل والشرب، مش معلبات غالية، كل يوم بيزيد الأمر غلاء، مش مريح إنه لقينا الرز عشان ناكله. This is the area that people. Do you hear that the unmanned and the warcrafts? And the plans, even here, we can hear all these things. إيش تلعبوا؟ لعب كورة نرفع عن حالنا شوية. شايف كيف خيام قصف صواريخ طالع صواريخ نازل. أي حاجة نفوق عن نفسنا يعني. من وين جايبها الكورة؟ الكورة كان جايبها ابن عمي معاها ساعة الإخلاء، ساب أوعية وجاب الكورة وجا يجري. طيب يلا نزل العب يلا. تعال امشي نادي الأولاد يلا بدك. So, again, it looks like it's not suitable for living, for sheltering, for evacuating. It's just good for football. So let's see this match. Yalla. Hello, look.